اهلا بيكم، انا سامي من فوزي اكاديمي. النهاردة احنا هنتكلم في الفيديو الثاني من سلسلة التحليل الاساسي، ازاي نشتغل بالتحليل الاساسي. يسعدني جدا اشترككم في القناة، وضع علامة اعجاب، مشاركة الفيديو وكتابة الكومنتات. طبعا انت لو قعدت في وسط متداولين وسمعتهم وهم بيتكلموا، هتلاقي كلمات زي مجلس الإدارة بيبيع، مجلس الإدارة بيشتري، بكرة في آخر يوم في الكوبون، حاجات كتيرة. كل ده بيديك تصور إن اللي بيتكلموا هم بيحاولوا يربحوا من التقلبات قصيرة المضاربين. ده ما فيش مشكلة، المضاربين موجودين. هل أنت عايز تبقى مستثمر طويل المدى؟ فالحركات أو التقلبات قصيرة المدى في السوق دي لو أنت هتتابعها عشان تتاجر فيها هي صعبة وغير مضمونة، وبتخلي العملية كأنها شغل قمار. فالتحليل الأساسي عايز يبعدك عنك، عايز يبعدك عن التداول قصير المدى والكلام على ايه ومش عارف ايه النهاردة. لا، هو عايز يعلمك انت بتشتري نشاط تجاري، اخدت قطعة من نشاط تجاري، يبقى تقيم هذا النشاط بالتحليل الأساسي، تعرف جودة الشركة ايه، بتحول الخامات الى ارباح. ده كويس جدا، وده معظم المشاهير زي وارن بافيت محللين او اشتغلوا بالتحليل. حتى لو انت من النوع المستثمرين اللي هم السلبيين اللي بيشتري المؤشر كله زي ستاندرد اند بورغ في 500 شركة، لو شركة وقعت ما بيهمه، برضو محتاج تعرف التحليل الاساسي. طب انت دلوقتي عايز تعرف التحليل الاساسي، هتدور على ايه بالظبط؟ عشان تعرف التحليل الاساسي انت اول حاجة هتشوفها الاداء المالي، الشركة دي بتجيب فلوس قد ايه، والفلوس اللي بتجيبها دي بتربح فيها كام. ده اسمه الاداء المالي، المصطلحات فيه زي الايرادات والارباح. بعد كده بتبص على الموارد المائية، الريسورسز اللي جاية لك. هو مش مهم انك انت بتبيع سلع وخدمات وتجني ارباح، ده كويس بس مش كفاية، لازم الشركة يبقى عندها ممتلكات تقف على رجليها في الوقت الصعب. فده بتبينهولك، ده الموارد المائية. هي عندها اسطول، عندها مباني، عندها اراضي، دي اسمها اصول، عندها فلوس في البنك، دي الاصول، في القروض الخصومات اللي هتتخصم، بتعرف الاكوتي قد ايه، ده مهم جدا. فريق الادارة، فريق الادارة ده الناس اللي انت لما هتشتري جزء من الشركة، سهم حتى، انت بفلوسك دي حطيتها في ايديهم، ازاي بيشتغلوا بيها وبيطلعوا ربح. بعد كده التقييم، انت دفعت قد كده في السهم، طب بيربح قد ايه في المقابل اللي هو مكرر الربحية. فانت بتشوف ده، بتشوفه في الصناعة نفسها، القطاع والصناعة والشركة والمنافسين. بعد كده بتبص على السياق الكلي اللي هو الاقتصاد الكلي، حالته شكلها، تتبع الايكونوميك كاليندر اللي هي بتقول لك بيان الوظائف يوم كذا، تعرفها، طلبات اعانه البطاله كذا. انا طبعا بقول على حاجات ممكن تكون مش متوفره كلها في الاسواق كلها، ولكن احنا بنتكلم علميا، انت بتشوف ايه المتوفر عندك وتشوف الفايده طلعت، الفايده نزلت، البنك المركزي بيقول ايه، ده بيديك مؤشرات على البطاله عندنا ايه، التضخم عندنا ايه. يعني انت دلوقتي لو واحد بتلعب جري مثلا، بتبقى محتاج شوز كويسة براند عشان خاطر تريحك اثناء. نفس الشيء بالنسبة للتحليل الاساسي، سهل جدا تعرف انت محتاج، محتاج كمبيوتر متصل بالانترنت، هتعرف في ثواني توصل لكل البيانات الخاصة بالشركة. لكن عشان تعرف المزايا بتاعت التحليل الاساسي، انت محتاج تتعلم شوية حاجات، هتاخد منك وقت. حتى لو انت زي ما قلنا مستثمر سلبي، لا، انت برضو محتاج تتعلم. كمان في مزايا انك في اي وقت ترجع للبيانات دي وتشوفها وتشوف اي تحديث عليها. وما تنساش انك انت هتشتغل شوية حسابات رياضيات، يعني هتجمع وتقسم وحاجات كده بسيطة. انت لما هتعمل الشغلانة دي مرة ورا مرة، هتلاقيها ما بقتش بتاخد منك وقت طويل. ايه الحاجات المهمة، الادوات بتاعت التحليل الاساسي اللي انت لازم تركز عليه. فبرضو التحليل الاساسي، ما انت هتسمع بيانات كتيرة، لازم تبقى عارف انت هتركز على ايه، انت عايز تشوف ايه بالظبط. فانت اول حاجة هتركز عليها ومعظم المستثمرين بيركزوا عليها بيان الدخل،
اللي هو انكم ستيتمنت، ده هيكون دليلك على ان يقول لك الشركه دي بتربح قد ايه. تاني حاجه الشركه بتملك ايه، عندها ايه باسمها، عندها اراضي، عندها مباني، عندها اسطول عربيات، عليها قروض قد ايه، والتزاماتها في الشورت تيرم وفي اللونج تيرم. انا بقول عناوين دلوقتي، ممكن بعد كده هنتكلم بالتفصيل في كل الحاجات اللي انا بقولها دي، لكن انا بديك فكره عن عالم تحليل الاسهم. شوف دي الميزانيه العموميه، البالانس شيت اللي بتوري لك الاصول والخصوم والايكويتي، التدفق النقدي. وطبعا اهم حاجه من اهم الحاجات اللي بتقتل الشركات، خاصه الشركات الصغيره اللي بتبدا، اللي هو الكاش فلو. الكاش فلو ده مشكله كبيره. ممكن ايوه يبقى لك فلوس كتير في السوق بس مش عارف تجيب، بس انت عايزها دلوقتي. انت بتقبض موظفين، بتقبض موردين عشان يجيبوا لك الخامات عشان تنتج. لو ما بتجيش الفلوس وتدفعها في التوقيت المناسب، ممكن الموردين دول ما يجيبولكش خامات، ممكن الموظفين تفقد ولائهم اذا انت مش مرتباتهم موجوده في وقتها، تفقد ولائهم بسهوله، او كفاءتهم او انتاجيتهم، او الناس اللي فيهم ممتازين يبداوا يتركوك. فالتدفق النقدي ده مهم جدا، لو في ضعف في التدفق النقدي ده يقتل اي شيء. طيب يبقى التحليل الاساسي بقى، لما بتشوف التدفق النقدي التحليل الاساسي بيوريك الدنيا ماشيه ازاي، الناس دي مرتاحه وشغاله كويس ولا لا. فالتدفق النقدي مهم جدا. نيجي بعد كده على النسب الماليه. النسب الماليه زي ما بيقولوا صديقك دائما. في نسب ماليه مشهوره بتعرفك حاجات كتير، نسب ماليه بتعرفك الربحيه في الشركه دي اللي هي بيسموها البروفيت مارجن، وفي الجروس بروفيت، وفي الاوبريتنج بروفيت، وفي النت بروفيت. كل ده مختلف عن بعضه، وكل ده هنعرفه بالتفصيل. في فعاليه الاداره، الناس اللي هم المديرين والسي او اللي قراراتهم اثر على العائد على الاصول، اللي هو اللي بيوري لك فعاليه الاداره، الناس دي جابت فلوس قد ايه على الاصول دي، الريتيرن اون اسيت، وفي الريتيرن اون ايكويتي، وفي الريتيرن اون انفستد كابيتال. كل دي عناوين مختلفه ولكنها بتوري لك فعاليه الاداره. الكفاءه اللي هي الافشنسي ريش، الحاله الماليه اللي هي اسمها الكارنت ريش، بتوري لك الحاله او الشركه دي تقدر تقف على رجليها ولا لا. الايفالويشن التقييم، التقييم يعني ايه، الايرننج بير شير برايس اللي هو البي اي او المقرر، اي انت بتدفع قد ايه في السهم مقابل الربح قد ايه، بتقسمه على بعض وتشوف. جعل التحليل الاساسي يعمل من اجل ده حاجة مهمة جدا جدا. انت ممكن تبقى عندك قاموس ونتخيل انك هتاخد كلمة كلمة تحفظها، لكن انت كل الكلمات اللي انت حفظتها دي ما تعرفش تعمل منها جملة واحدة. طب وده كلام؟ يعني انت هتعرف الميزانية العمومية، هتعرف بيان الدخل، هتعرف نسب كتيرة جدا. طب طبق ده بقى وجمعه كده واديني جملة مفيدة ولا اديني قصة؟ مفيش. طب ليه؟ يبقى انت لازم تتعلم ازاي تجمع الحاجات دي وتشوف ايه اللي انت عايزه وتعمل سياق في النهاية يديك قرار. انت كمان بتسمع المحللين قالوا ايه عن الشركة دي، وتشوف التخمينات حوالين المستقبل. يعني هو مش كفاية كده بس البيانات وعرفناها وخلاص، لا انت عايز تطلع بجملة مفيدة. هل الاستثمار في الشركة دي مناسب ولا لا؟ كمان في حاجة مهمة جدا اللي هي اشارات للبيع والشراء. طبعا صعب جدا تعرف امتى تشتري وامتى تبيع، دي من المهام الصعبة جدا لاي سهم. التحليل الاساسي مش بيساعدك لانك تعرف امتى تشتري وامتى تبيع، ولكن هو بيديلك فهم للشركة دي، الشركة دي قوتها ايه. حتى لو انت برضو قلنا انك انت مستثمر سلبي وبتشتري مؤشرات، لكن لازم برضو تعرف تحليل اساسي. طب التحليل الاساسي بيعرفك ايه؟ بيعرفك الشركة دي هتصمد ولا لا، لان الشركة دي لو صمدت في الوقت الصعب حتى بتديك وقت انك انت تمشي لو عايز تمشي. وطبعا محدش يقدر يعرف امتى السوق هينزل او هيقع، الشركات الضعيفة بتتهرس على طول. مين بيساعدك في الحكاية دي؟ التحليل الاساسي بيقول لك الشركة دي قوية ولا مش قوية. اتكلمنا قبل كده التجاهل الاساسيات ده حاجة خطيرة جدا. الفقاعات بتحصل كتير في السوق، 2008 و2009 وايام الكورونا وكل ده، اللي بتهرس وقت الفقاعه اللي هو ضعيف. في شركات كتيره امريكيه كانت ب $100
ولما جه السوق نزل بقت ب 10 دولار. تجنب الكوارث دي، او زي ما قلنا تاخد براحتك او وقتك انك انت تبيع، يبقى التحليل الاساسي زي ما قلنا ده الدليل لك انت لازم الشركات اللي هتشتغل فيها، انت بتشتغل في شركات قويه بتاخدها انت جوه نشاط تجاري، بتاخدها تحطها في المرسى، اول ما بتجيب لك ارباح بيع ودور على غيرها في قوائم انت قاعد بتدرك، يعني انت شاري اسهم وحاططها في المحفظه بتاعتك، وفي نفس الوقت بتدرس اسهم تانيه قويه بتدرسها وتشوف الوقت المناسب انك تشتريها. الاسهم اللي انت في المخزن بتطلعها، جاء الوقت انك تطلع السهم ده طلعه، كسبنا فيه شويه حلو تمام طلع، دخل غيره وهكذا وهكذا. يبقى هي عمليه تجاريه، مش انك انت تلاقي نفسك قاعد بتلعب قمار. طب والكلام على ايه النهارده ومش عارف حصل ايه؟ التداول قصير المدى ما فيهوش مشكله، موجود وتمام، لكن شوف انت ايه اللي بيناسبك. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأشوفكم على خير في الفيديو القادم، وهكون سعيد أنكم تشتركوا في القناة، تشيروا هذا الفيديو مع آخرين، تكتبوا كومنتات وتحطوا علامة تعليق.